السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم منصف. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكة اقتصادية بزاف وكتجي لذيذة رائعة بزاف، لا في المذاق ولا في المنظر ولا في كل شيء، كتجي زوينة بزاف وإلا جربتوها غادي تعجبكم إن شاء الله. ودابا ما غاديش نطول عليكم وغادي نقدم لكم المقادير ديالها اللي كندير فيها. عندنا هنايا ثلاثة ديال البيضات، عندنا كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، عندنا كاس ديال الحليب ديال العنبه، عندنا كاس غير مملوء ديال الزيت المائده، عندنا خميره ديال 16 غرام، عندنا واحد الاسطاشيه ديال الفاني، وعندنا هنا 350 غرام ديال الدقيق، ولكن الدقيق على حساب النوعيه ديال الدقيق، الا كان خاص غادي نزيد، الا ما كانش الا كان ما خاصش ما غاديش نزيد 350 غرام ديال الدقيق. ودابا غادي نبداو على بركة الله، غادي نبداو بالبيض، كنديرو كل شيء بحال هكا، كنديرو السكر، ودابا غادي نديرهم يضربوا. دجا درت قبصه ملح، دابا غادي نضربهم حتى تيعود الخليط ابيض كريمي بحال الكريمه، وغادي نطاقاو باش ندير العناصر الاخرى. ودابا بعد ما الخليط تيعود لنا ابيض بحال بحال الكريمه، كنديروا الحليب والزيت، غادي نديرو تدريجيا غير خيط، غادي نديرو غير بشويه باش بحال كطلعوا المايونيز. دابا غادي نديرو الزيت بحال هكا، ودابا الخليط شتو كيفاش تيعود، دابا غادي نحيدو من الماكينه، غادي ندير ليه بحال ما هكا، وغادي نديرو هنا باش ندير الطحين. ودابا ديك الاسطاشيه ديال الفاني غادي نديرها، ما درتهاش في الاول، غادي ندير الطحين، وندير الخميره، هادي راه غير الخميره اللي ديك تتكون مكوره بحال ما هكاك. انتما الخليط راه المقادير راه مضبوطه اللي عطيتكم باش تعرفوا، بين الخليط الدقيق راه مضبوط، هانتوما شفتوا الخليط كيف تيكون، هذا هو القوام 350 غرام ديال الطحين اللي كنديروا فيها، هانتوما اقتصادية وكتجي زوينة بزاف.
كتدخلوا الطحين مزيان بحال ما هكا حتى تيعود. ها نتوما شفتوا بحال هكا صافي. دابا غادي ندير في القالب، ودابا انا غادي نديرها هنا. كتهزوا يديكم بحال ما هكا، والفران درتو يسخن على 180 درجة، وغادي ودرت الفرن غير من التحت صافي، يطيب غير من التحت حتى تطلع ليا الكيكة عاد باش غادي نعقب ندير ليها الفوق. ودابا بعد ما خرجتها من الفران خدات ليا 40 دقيقة، هانتوما شوفوا باقا سخونة. دابا غادي عيد تبرد شويه وغادي نديرها في الطبق ديال التقديم. ها نتوما كتجربوها ديما كديروا لها واحد العويد بحال ما كايب حتى تصيبوه ناشف صافي راه موجوده. ها نتوما صافي دابا غادي نخليها تبرد واحد شويه نديرها في الطبق ديال التقديم، وغادي نوري لكم كيفاش غادي ندير ليها في الطبق. ودابا غادي نسقيها، دابا درتها في الطبق ديال التقديم، الحليب بارد وهي سخونه، غادي ندير ليها بحال ما هكايا واحد الرشيشه ديال الحليب. هاد الحليب حتى هو راه كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. كديروا الجهد ديال جوج معالق كبار ديال الحليب صافي، كدهنوهم بحال ما هكايا بالشيتا، كتبقاو غاديين بحال ما هكايا حتى تيشرب تتشرب هي داك السائل اللي كت وهاد الكيكه راه واخا تبقى حتى السيمانه راه ما كتخسرش، راه ديروها في واحد البواطه تسدوها، والفطور الكوتي الدراري كل شيء زوينه بزاف. ولا جا عندكم هكا شي حد دابا حنا وزعنا ليها هاد الحليب، غادي نخليها حتى تشرب هاد الحليب، وغادي ندهنها بالكوفيتير، وغادي ندير لها التزيين راه داكشي اللي بغيتو اللي موجود عندكم، يا دي اما ديروا الكوك تدهنوها بالكوفيتير كديروا عليها الكوك، اولا ديروا الكاوكاو مهرمش، ولا ديروا اللوز مهرمش، اولا اللوز ايفيلي، هادو اختياريا اللي كاين موجود كديروها، ولا ما بغيتوش ديروا راه كتخليوها غير بحال ما هكا، راه ماشي ماشي مشكل الا ما درتوش تزيين، راه المذاق هو اللي تيبقى. ودابا هذا هو الديكور ديالنا بعد ما كتبرد لينا الكيكه. بعد ما كنشربوها بالحليب كنخليوها شويه تشرب داك الحليب واحد 4 دقائق، عاد تنديروا واحد جوج معالق ديال الكوفيتير تنديرهم في واحد الكاسرونه صغيره كندوبوهم تيجيو الغليان، تنطفيو العافيه كنصفيوهم الا كان دوك الحبيبات ديال المشماش، الا ما كانش كنصفيوهم، المهم كنديروهم كندهنو بهم الوجه ديال الطورطه، كندهنوهم بهاد اللوز مهرمش، انا درت اللوز مهرمش وداكشي اللي كاين على حساب الاذواق اللي بغيتو دير باش ما بغيتو تزينو كتزينو على حساب الاذواق. وتنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، الى عجبكم ما تبخلوش عليا بجيم، وبركوا على الجرس باش يوصلكم كاع من هو جديد عندي ان شاء الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.